تباطؤ النمو في الصين خفض التصنيف. الموضوع ده ممكن يبان ان هو صعب، لكن اتكلمنا قبل كده كتير جدا في الاقتصاد وقلنا ان الصين عملاق اقتصادي عالمي. الصين رقم 2 في العالم بعد امريكا في الاقتصاد، يعني ترتيب القوة العسكرية في العالم امريكا روسيا، ترتيب القوة الاقتصادية في العالم امريكا الصين. فالصين القوة الاقتصادية رقم 2 في العالم. الصين بقالها فترة عندها تباطؤ في النمو، مش توقف في النمو، يعني في معدل نمو كبير في الصين، لكن بالنسبة لمعدل النمو اللي قبل كده فده أبطأ من النمو اللي قبل كده. تباطؤ النمو في عملاق زي الصين أدى إلى بداية أزمات اقتصادية. مثلا الديون الداخلية في الصين عدت 40% من الناتج القومي الإجمالي. الجملة الصعبة دي معناها إن بدايات أزمة اقتصادية، تراجع احتياطي النقد الأجنبي، ضعف العملة المحلية. كل هذا الكلام أدى إلى إن وكالة التصنيف الائتماني موديز النهاردة خفضت تصنيف الصين في تصنيفها الائتماني من مستوى مستقر إلى مستوى سلبي. ده معناه ممكن يكون سياسي، ضغوط من مؤسسات النفوذ الأمريكي فيها كبير جدا على الاقتصاد الصيني، وممكن يكون ده تصنيف دقيق نتيجة تراجع النمو أدى إلى خفض التصنيف من مستقر إلى سلبي. إنما الدرس الكبير هنا إن حتى العمالقة، حتى الصف الأول في العالم، حتى القوة العظمى الاقتصادية الثانية في العالم إذا تباطأ النمو فيها بنلاقي فجأة الاقتصاد العوامل السلبية واحدة تلو الأخرى، بتلاقي كده بشكل مباشر ألف سلم به سلم جيم سلم دال. تباطؤ نمو، ارتفاع الدين، عجز موازنة، احتياطي النقد الأجنبي يتآكل، الضغط على العملة المحلية، يرجع يغذي بعضه بعضا، يبقى دورة تراجع بعد دورة صعود. يبقى حتى القوى العظمى اقتصاديا إذا هي واجهت أزمات وفشلت في إدارتها أو اتأخرت في إدارتها بتواجه معضلات كبيرة جدا. تخيل بقى بينا إحنا أو بدول أخرى زينا أزماتها الاقتصادية ممكن تؤدي إلى أي مدى. ده معناه إن الكل لازم ينتبه، من الدولة رقم 2 في العالم لغاية عندنا لغاية أي دولة في العالم، إن التوقف عن الإبداع والابتكار ومواجهة التحديات حتى لو فضل معدل النمو كبير لكن تراجع ولو قليلا عن ذي قبل، معناها ان الدولة تبدأ منحنى الهبوط. الاقتصاد صعب جدا جدا في القرن 21.